السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نتكلموا على الدوزيام بارتي نتاع النظره الاخيره للدرني ريغار جهه الغزال. في الفيديو هذا ان شاء الله نزيد نقول لكم معلومه الى اذا نسيت اسم او نسيت سكنه احسنوا عوني. قولوا لي يا اخي السكنه اللي نسيتها شكون مولاها وشكون ولادها. غادي نديرو ان شاء الله كي نكملو ان فيديو كومبليمونتير ونذكرو كاع الاسماوات اللي نسيناهم ان شاء الله ونعاودو نولو للصوره هذيك ونقولو هنا في هاد الكاري راني نسيت فلان او فلان هشكون ولادها نسيته. هكذا نتوما تعاونوني لانني في شحال نطلب الناس باش يبعثوا لي الاسماوات تاع الحومه نتاعهم، مع الاسف الشديد ما بعتوليش. بون راني ندير في المعلومات اللي عندي انا شخصيا وبعد من الناس اللي نسقسيهم، وانتم كذلك اللي نسيت اسم ولا ياك اسمحوا لي طمكم السماح. الكاري هذا والسكان اللي كانوا يسكنوا فيه، هنا كان يسكن بوغلال الله يحمه الزايحة الله يرحمها، اللي كان عندها ولدها حماني ميت الله يحمه، الميلود ميت الله يحمه، والطاهر والبيتير وكاين الميسو مات. هذه هنا السكنة في هذا الكاري كانت السكنة تاعها. هذا كان حوش كنا نعيطوا له المغرب. من بعد كاين حوش معاهم في الكاري هذا يسموه غانم. غانم هذا اللي عنده ولده محمد والهواري، غنام الله يطول في اعمارهم ولاده، انسان زينين. هذا اجيب لكم اون انكدوت. محمد هذا كنا نلعبو بولا سيكس وحي لا يطول في عمره، كنت لعب انا غارديان دي بيت، هو عنده واحد لي تير بويسون، كي تير جيت نقبضه بال اليد تاعي وانا كنت نلعب ليغو رفعت لي صبع. هادي صارت صافي لونتون باسي لي زاني 80 90 كي كنا نلعبو لي فيتير الله يطول في عمرهم. من بعد نزيدو عند عمي الغزالي اللي كان مشهور بالحانوت تاعه. عمي الغزالي الله يرحمه عنده ولده شهيد كذلك، عنده عيسى ميت، عنده عبد القادر كذلك مات، عنده الجياني لا يطول في عمره واحمد. هادو اللي كانوا ولاد الغزالي. قبل عمي الغزالي كان واحد كنا حاسبينه بو تمتم، هو كحقا سيب تمتم اللي كان يبيع الحليب. عمي سي محمد الله يرحمه ويوسع عليه خرج لك الحانوت قبل ما يجي عمي محمد تما، كان محمود يبيع فيه الحليب وابويا الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليهم. هذه هي الكاريدي اللي كانوا يسكنوا فيها. شكون اللي ينسى صغرو وينسى حومته القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما، وانا حومتي راس العين. نزيدو حدا عمي الغزالي وين كاين الهمبر اسموه الرغب الله يرحمه ويوسع عليه، ما عندهش الاولاد الحانوت تاعه تمالك. نزيدو حداه كاين المجاهد الكبير عقول مصطفى الله يرحمه، اللي عنده ولده مصطفى والهواري اللي مات، وعندها ابو عبد الله، هذوهما اولاده الميتين الله يرحمهم والحيين الله يطول في عمرهم. نزيدو حداهم كاين الغالمي، الغالمي اللي عنده ولده عبد القادر، عندها الازرق اللي مات الله يرحمه، عندها الحبيب، وعندها يحيى كذلك اللي مات الله يرحمه، وعندها 4 شيرات.
هنايا الميتين الله يرحمهم، والحيين الله يطول في عمرهم. نزيد هنايا الهواري بالسلطان، هذا الحوش الحق ماهوش حوش الهواري بالسلطان، هذا حوش جداده. هو حوش الهواري بالسلطان كان يسكن من جهة سي العربي 628-629 من هذوك الزوايا، لأن كان يسكن من جهتنا حوشهم بوه محمد الله يرحمه. من بعد هنايا هذه الجهة كانت حوش جداده كان يسكن فيها. أحداه كاين واحد من ناد كنا كوافير نطبوا لها ربي الشفرة شبهها شوية من الصمد، هو قدور. قدور مسكين نطبوا لها ربي الشفرة، اللي عندها ولدها عكاشة وعندها محمد وعندها عيسى وعندها ثلاث شيرات الله يطول في عمرهم. وقدور خونا الله يجيب لها يرزق لها الشفرة إن شاء الله يا رب العالمين. زيد حداه كان السعداوي عبد القادر اللي عنده ربع شيرات، هذه هي الجهة هذه. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما، وانا حومتي راس العين، وانا حومتي راس العين، راحتو ما بقاش. تزيدوا نتكلموا على عمي المغوفل الله يرحمه اللي عنده ولده محمد الشهيد اللي خطفوه الاستعمار، والان ما بينش القبر تاعه. زيدوا عنده قدور والجيالي الله يطول في عمرهم، ومحمد ولده اللي طاح من السلوم ومات مسكين الله يرحمه، وعنده 5 عشيرات. الحيين الله يطول في عمرهم، والموتى الله يرحمهم. نزيدوا فوقه كاين دار تمتم الزوجة، عندها معها عبد القادر ونور الدين اللي مات الله يرحمه، وعنده 3 شيرات. زيد حداهم كاين الهنوية، الهنوية هذه قبيلة كان سايلها كما الزروالية الله يرحمها. الهنوية الله يرحمها كان عندها ولدها الشرف اللي مات وعبد القادر. من بعد في الفيديوهات القادمة تاع المجاهدين نوقفوا عندها وقفة إن شاء الله عند الشرف، كان عندها واحد الكلب لحقها حقنا نكتبوا عليه تاريخ، هو اللي شلك مجاهد. في الفيديوهات القادمة تعرفوا الحكاية كاملة. أحدهم كان كاين عمي شحيمة، شحيمة اللي عنده محمد عبد القادر اللي مات الله يرحمه، عندها العيد، عندها العربي، وعندها 4 شيرات الله يطول في عمرهم. من بعد دام كاين عدة قنبورة يعيطوا له، من بعد بارودية اللي عندها حماني، هذه هي الجهة اللي منا لك. راحت وما بقاش، هدمت وطاحت وبقى. كاين سكنة هنايا نرجعوا لها، كنا نعيطوا لها القصبة. علاش مسمينها القصبة؟ لأن فيها حيطها عاليين متدورين كاع، ما عندهاش كاع تقع على برا. انت احمد المروكي اخوه عبد السلام اللي عنده ولادها بنتها حدا، وعنده ميلودا، وعنده الحبيب، ولكن قالوا لهذو ما يشكي مع حدا. حدا هذه تجيب الماء، تجيب الحطب، تجيب الغاز، تجيب الخضره، كل شيء فيها مسكينه. هذو 75 راحوا الى هم موتى الله يرحمهم، ولهم حيين الله يطول في عمرهم. ومن هذه الجهه تاع حدا ما كاش كاع الحوش، حوشهم الوحيد حتى لعند جامع شمنواص.